السلام عليكم ورحمة الله. رفض أبو يحيى الحموي القائد العام لحركة أحرار الشام الوثيقة التي تقدم بها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، مشيرا إلى أن الثورة السورية بلغت رشدها ولن ترضى بأنصاف الحلول على حد وصفه. ووصف الحموي وثيقة دي مستورا أنها تهدر مطالب الشعب السوري وتسعى لإعادة إنتاج النظام السوري، مضيفا أن الشعب لم يفوض أحدا للتوقيع على استسلامه. تصريحات دي مستورا جاءت كأول رد رسمي على الوثيقة التي قدمها للحل في سوريا، والتي وصفها أنها ستكون أرضية مشتركة لتقدم المفاوضات نحو انتقال سياسي للسلطة. وكان دي مستورا قد أكد أن النظام والمعارضة لم يرفضا الوثيقة التي تهدف لحماية الأبرياء في سوريا على حد قوله، إذ أشار أن هدفه الحالي حماية وقف إطلاق النار الساري في سوريا منذ 27 من شباط الماضي. ومن أهم ما جاء في وثيقة المبعوث الأممي احترام سيادة سوريا واستقلالها، وأن الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلاده، وأن على السوريين تشكيل جيش وطني موحد وإعادة اللاجئين إلى أوطانهم. المزيد مع ضيف الاستوديو مازن علي الكاتب والباحث. أستاذ مازن، وثيقة من هذا النوع لماذا يرفضها الثوار مثل أحرار الشام برأيكم؟ لماذا؟ بصراحة لا أعتقد أن هناك جواب شافي إلا من قلب أحرار الشام، وأعتقد أن الوثيقة التي قدموها أحرار الشام تجيب عن لماذا. ولكن بالمعنى السياسي لهذه الوثيقة أعتقد أن وزنها في هذه المفاوضات، سأقولها بجرأة، وزنها الصفر، لأننا نحن أمام عملية سياسية يجمع عليها الكثير من الأطراف الدوليين والإقليميين لكي يمضوا بالعملية التفاوضية والعملية السياسية قدما مهما كانت المعوقات. بس عفوا، عندما يتحدث عن عودة لاجئين، تشكيل جيش وطني موحد، عبارات عامة يعني حيث المبدأ أرضية مشتركة، هو يتحدث عن أرضية مشتركة ليست حل نهائيا. طبعا انت لما تحكي عن وثيقة من نمط وثيقة دي مستورا، انت تبحث فيها عن القاسم المشترك الاعظم لجميع الاطراف. واعتقد يعني من خلال قراءتنا لهذه الوثيقة قدمت على الاقل الحد الادنى المطلوب لهذا القاسم المشترك. وبالتالي طبعا نحن لما نكون عم نحكي عن هذه الوثيقة والتي تحت رعاية الروس وتحت رعاية الامريكيين وبتوافق اقليمي الى حد ما، لا نستطيع أن نقول بأن رفضها يمكن أن يكون يعني له مساقط على الأرض، على اعتبار أن هذه التوافقات يعني لا تأتي إلا ضمن إطار وسياق وبيئة تحتضن هذه المفاوضات. وبالتالي من الضروري جدا على جميع الفصائل وجميع المعارضة السورية أن تعي تماما بأن هذه العملية يجب أن تمضي قدما، وهذا التوافق يعني لحد اللحظة هي لا يوجد أمامنا الكثير من المؤشرات التي تقول بإمكانية يعني تثبيطها أو انتكاستها حتى الآن. ولكن من الضروري أيضا أن نشدد بأن هذه الجولة التي حدثت في جنيف هي جزء من جولات سوف تأتي في المستقبل، وأعتقد بأننا أمام عملية مضنية وستكون عملية مرهقة جدا. يجب أن نتعامل معها بشكل فني. طيب صهيب العلي الناشط الميداني من حمص، صهيب، كيف استقبل النشطاء الميدانيون على الأرض حصيلة الجولة الأخيرة من مفاوضات جنيف؟ نعم أخي العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للشعب السوري أخي العزيز، كما قلنا ونكرر سابقا، 97 فصيل قاموا بالتوقيع لجنة المفاوضات العليا، لكن نستطيع أن نقول أن هذه ورقة قام بتقديمها دي مستورا للمفاوضات، تمام، وليس ولم تقم المعارضة بالموافقة عليها، وما زالت مفاوضات مستمرة بين لجنة المفاوضات العليا ودي مستورا، وهي أصلها اسمها مفاوضات، لكن الشعب السوري والأهالي وكلوا لجنة التفاوضات العليا أن لا يتخلوا عن ثوابت الثورة السورية ومكتسباتها. يعني أي شيء لم يرضى عنه الشعب السوري لم يتم، كما عهدتم أربع أعوام، حصل جنيف واحد، جنيف اثنين، جنيف ثلاثة، دخل الدابة، دخل غيره، دخلت الجامعة العربية، دخلت
في عديد من الدول، قطر وتركيا والسعودية، في الملف السوري، أن حاولوا البعض من استغلال الملف السوري وانتزاع بعض الثوابت ومكتسبات الثورة السورية. رفض الشعب السوري وعاد كل المفاوضات تهدأ قليلا الأجواء في سوريا والحروب، ثم الشعب السوري يعجبه هذا القرار، ينتفض من جديد ويقوم بمحاربة قوات النظام والتقدم عليه. نستطيع القول أن المعارضة هذه المقترحات فقط وليس موافق عليها من قبل المعارضة. الشعب السوري لن يتخلى عن أبنائه طب برأيكم، والشهداء برأيكم إذا كانت ومصابينه المعارضة والبنية الدمار في سوريا. إذا كانت المعارضة لم ترد على هذه الوثيقة وأنها لم تحدد أي موقف منها بعد، برأيكم هل يمكن أن يقبل بها حتى بشار الأسد مثلاً؟ سيد عزيز، بشار الأسد في حانة لك الآن، عرفت كيف؟ يعني بشار الأسد يتهرب من المفاوضات أو يحاول الالتفاف عليها أو مماطلتها، لأن كافة المفاوضات وكافة الطرق تصب في النهاية على تنحي الغاصب بشار الأسد وحليفه الأفغاني الإيراني والميليشيات الشيعية. كما تعلمون بشار الأسد ليس مصيره بقراره، مصيره بيد إسرائيل، مصيره بيد إيران، طيب. مصيره بيد هذا بالنسبة وروسيا. للمواقف السياسية. طب أنتم ميدانيا على الأرض، ما هي آخر المستجدات؟ ما هي أوضاعكم ميدانيا؟ نعم أخي العزيز، بعد الحصار الخانق الذي فرضته قوات النظام على أهلنا في ريف حمص الشمالي وحي الوعر، لله الحمد منذ يومين دخل 27 سيارة من الأمم المتحدة لسيارات إغاثية إلى منطقة الحولة، ويوم أمس دخل أيضا 34 سيارة شحن محملة بمواد الطحين، لكن هذه المواد فقط لمنطقة الحولة. يوجد في ريف حمص الشمالي الرسل ودلبيسة والدار الكبيرة ودير معلي والغنطة وعز الدين ودير فول والزعفرانة والسعر والمكرمية، هذه المناطق متواجدة أيضا، لم يدخل لها أي شيء من مقومات حياة الطحين أو المواد الغذائية، فقد دخل لمنطقة الحولة تجاوزت سكانها 80,000 نسمة. لكن العلم سيد العزيز، ما زالت قوات النظام والميليشيات يقومون بإملاءاتهم على الأمم المتحدة، وقاموا بسحب الأدوات الجراحية الطبية من داخل المساعدات، وعدنا بالمطالبة مرات ومرات بإدخال هذه المواد والمعدات لأهميتها في المنطقة المحاصرة في منطقة الحولة وريف حمص الشمالي بسبب عدد الجرحى الكبير والإصابات بتر عمليات العظمية والصدرية وغيرها. أما في منطقة الرسة انتفضت اليوم مظاهرة تجدد العهد والطالب بإسقاط نظام كما خارج مدينة تلبيسة، طبعا متطلبات مقومات الحياة متطلبات يومية لأهالينا في ريف حمص الشمالي، يطالبون مادة الخبز هي أهم مادة متواجدة. للعلم الأهالي في ريف حمص الشمالي مدينة الرسن وتلبيسة وتير معلي والغنطة والدار الكبيرة يأكلون اليوم طحين الشعير، يأكلون خبز مؤلف من طحين الأعلاف. أما في ريف حمص الشرقي لا تزال المعارك والاشتباكات مستمرة في محيط جبل الطار شمال غرب المدينة ومحيط القصر القطري والعوينية جنوب غرب المدينة بين قوات النظام وميليشياته وقصف الروسي وطيرانه ودولة إسلامية داعش، مع قصف عنيف ومستمر من الطيران الحربي والروسي والمدافع يستهدف المدينة ومحيطها، ولا يزال الطيران يستهدف أي شيء يتحرك على طريق عام تدمر دير الزور. المدينة لا تزال تحت سيطرة تنظيم الدولة بشكل كامل، ولا صحة لأي أخبار عن تقدم النظام حول المدينة. المناطق التي سيطر عليها النظام لا زالت كما هي: جبل الطار من الشمال غربي 4 كيلومتر عن المدينة، القصر القطري 5 كيلو جنوب غرب المدينة، محيط منطقة العوينة من الجهة الجنوبية وغربية. أخي العزيز، النظام يشن حرب إعلامية، وإلى حد الآن النظام على أطراف المدينة والتنظيم داعش مسيطر على كامل المدينة والقلعة الأثرية، كما أن النظام استخدم عربتين ما نسموهم نحن راشدات التي أتى بها النظام في بداية الثورة، لكن نعم. هذه العمودية الحديث روسيتين ووضعهما بمحيط المدينة، مهمتهما حجب الاتصالات والأقمار الصناعية بنحو 20 كيلومتر عن المدينة. أم أخي العزيز، الويلات والحروب والقتل والدم والدمار والدماء تسيل من أهلنا وأبنائنا، هم مدني أهالي مدينة تدمر، نطالب بوقف القصف عليهم إن كان لهم طائرات أو قتالات. نعم أو نعم حرب للأسف على مواد الشديد، نفطية للأسف الشديد. أنا أشكرك على هذه الرسالة صهيب العلي الناشط الميداني من حمص. صهيب أشار إلى نقطة مهمة، أنه ما يجري على أرض الواقع في معركة تدمر التي يعني من أمس والإعلام يتحدث عن تقدم للنظام مجانب للصواب على أرض الواقع، أي الروايات نصدق؟ بالحقيقة يعني واضح أنه بدي ضروري أشدد على معلومة ذكرت منذ تقريبا أسبوعين،
عندما صرح بوغدانوف بأن هناك نوع من التنسيق بين القوات الروسية والقوات السورية مع قوات التحالف، بأن تقوم القوات النظامية، قوات النظام السوري، بالتقدم باتجاه تدمر، وقوات التحالف بضرب أو بمهاجمة الرقة. وأعتقد أن هذه الخطة يعني بدأت بالسريان وبدأت تأخذ مفاعيلها على الأرض. أنا على جزئية قبل هذا، يعني الجزئية التي سألت عنها، أي الروايات نصدق؟ ما ذكره ميدانيا صهيب يقول أن النظام لم يتقدم ولم يصل إلى تدمر، بينما ما نسمعه من النظام عبر وسائل الإعلام أنه تقدم وعلى وشك أن يسيطر على المدينة تماما. نحن يعني من المؤشرات الإعلامية، يعني لا يوجد لدينا معلومات مأخوذة من الأرض مباشرة إلا من خلال النشطاء الإعلاميين، ولكن من المؤشرات الإعلامية وتقاطعاتها النظام حتى اللحظة هي لم يدخل إلى تدمر، وإنما يعني يحاصر المدينة ومن الجهة الشرقية. ولكن أعتقد أن الأيام القادمة ربما تحمل أنباء من هذا النوع. نعم. طب الآن المعارك على أشدها، ولكن كما تفضل حضرتك هنالك تبادل أو تقسيم أدوار ما بين النظام والروس من جهة والتحالف من جهة أخرى. نعم. لماذا؟ طبعا لأنه يعني كنا عم نحكي أنه التوافق الروسي الأمريكي يلي الكثير من الناس شككوا فيه، وأنا شخصيا يعني كنت عم بحكي عنه منذ تقريبا سنة، حتى هذا التوافق يصل إلى درجة رأس النظام، وهناك توافق حتى على وجود وعدم وجود بشار الأسد من قبل الروس والأمريكان. هذا التوافق السياسي يجب أن يترجم بلحظة ما على الأرض، ويترجم بعدة يعني مظاهر، منها مثلا دعم القوات الكردية في الشمال الشرقي السوري، منها فتح المجال وعدم الضغط كثيرا على النظام، ونحن لا نشهد يعني ضغطا عسكريا على النظام في كثير من الجبهات التي بردت، جبهة ريف اللاذقية، جبهة الجنوبية، درعا والقنيطرة، لم نعد نسمع عن هذه المعارك. واضح أن هناك طبعا نحن عم نحكي عن لينك أو ارتباط ما بين التوافق الدولي والتوافق الإقليمي، أو يعني ما يمليه التوافق الدولي على الوضع الإقليمي، الأتراك، السعوديين. ولكن من الضروري هنا أن أشير إلى أن الإيرانيين وحدهم يحاولون أن يسبحوا عكس التيار. نعم. كيف؟ بشكل واضح وصريح، من خلال دعم، لن أسميه هذه المرة النظام، سأسميه منظمة بشار الأسد. الإيرانيين هم الوحيدين الذين يدعمون شخص بشار الأسد وجوقته الأمنية والعسكرية، لدرجة أنها تنحي مؤسسات الدولة الأصيلة، كأن نقول الجيش السوري. الجيش السوري حاليا يكاد يكون عبارة عن حد السكين، ليس لديه أي قرار، بينما من يمسك بمضع السكين هو منظمة بشار الأسد. طيب الآن ديمستورا يحاول ضمن هذه المنظومة المعقدة أن يقدم وثيقة ما ترضي جميع الأطراف، فيما بدا على انه ديباجه للدستور، هل يمكن ان نقول ذلك؟ طبعا يعني اشكرك على هذا السؤال. قبل الوثيقه التي اصدرها ديمستورا قدم مجموعه من الاسئله للمعارضه والنظام. نعم. تتعلق بمؤسسات الحكم، وتتعلق بكيفيه اسناد السلطات، وكيف تدار المرحله الانتقاليه، اعتقد ان وكيف يكون هناك علاقه ما بين مؤسسات الدستوريه القائمه حاليا وما بين المؤسسات الانتقاليه. اعتقد ان هذه الاسئله الفنيه ومحاوله الاجابه عليها من الاهميه بمكان ان ترسم إمكانية انسياب عملية انتقالية في المستقبل إلى حد ما تكون مقبولة من جميع الأطراف. وأعتقد أن هذه المرة هناك زخم، يعني نحن نشهد وجود الكثير من التكنوقراط، الكثير من الفنيين والمختصين بالقانون الدستوري والفقه الدستوري، وحتى بعملية المفاوضات، وهناك مستشارين موجودين بهذا. طب هل نربط هذا بزيارة كيري إلى موسكو؟ طبعا هلا زيارة وزير الخارجية الأمريكي كيري إلى موسكو تأتي في عدة في ركب عدة قضايا. إذا بنحكي بالقضية السورية، تأتي في ركاب البحث جديا هذه المرة، ويعني أتكلم على مسؤوليتي، نعم أقصدها بشكل دقيق، جديا في
تنحيت رأس النظام السوري، لا سيما مع تسرب المعلومات التي تقول بتنحيت ماهر الأسد ووضعه في الأركان السورية. ونحن نعرف يعني من خلال خريطة العلاقات في الجيش السوري بأن من يوضع في الأركان السورية يجمد. واستلم الحرس الجمهوري أو ضباط من الحرس الجمهوري قيادة الفرقة الرابعة عوضا عن ماهر الأسد، واعتقد أن هذا برمجة روسية، ويوضع الأمريكان يعني في صورة هذه التطورات. أعتقد أن هناك يعني هيرموني حاليا ما بين الروس والأمريكان فيما يتعلق بإخراج الملف السوري من الأزمة والعقدة التي، لكن بشار الأسد يتحدث مثلا أمس فيقول أن القتال هو السبيل الوحيد لاستعادة وحدة سوريا ووحدة ترابها. هذا يؤكد أن هناك إحساسا لدى بشار الأسد بأن هناك شيء يرسم له من خارج إرادته من قبل الروس والأمريكان وبتوافق الروسي وأمريكا، فيحاول أن يبيع علينا مواقف وطنية، يحاول أن يزاود. وأنت تعرف يعني باللحظات الضائقة الشخص يبالغ ويزاود لكي يكون يعني على رأس مؤيديه ويعني هل هذا يقدم لرفض بشار الأسد للوثيقة؟ بشار الأسد أعتقد كشخص وكمنظمة بشار الأسد ترفض، لأنها ترسم عملية إخراج حتمي له خارج السلطة. ولكن سوف نلاحظ أن إعلاميا من خلال وجود الوفد المفاوض للنظام في جنيف سيقولون نحن مع هذه الوثيقة ونؤيد هذه الوثيقة، ولكن في العمق منظمة بشار الأسد سوف ترفضها. طيب، وسوف بشار الأسد وجوقته يرفضون الوثيقة، وأحرار الشام وفصائل سورية معارضة ترفض هذه الوثيقة. طيب، ما الذي يريدونه؟ أنا لا هن يعني لازم نعول بصراحة، ولازم يعني نقرأ بدقة وبحساسية التوافق الروسي والأمريكي والتوافق الإقليمي، لأن الكلمة بالنهاية بصراحة وبعد أن دولت الحالة السورية الكلمة الفصل لهم، وهؤلاء يحاولون قدر المستطاع أن يعني يخلصوا أنفسهم من ما يترتب عليه عملية إخراج المفاوضات باتجاه الحل أو باتجاه التسوية. أخي عدنان، التسويات بصراحة فيها يعني تنازلات مؤلمة، وعلى الكل أن يدرك هذا الأمر. لكن يبدو أن وفي هذه التنازلات وفي هذه التنازلات هناك متضررين. أنا برأيي المتضرر الرئيسي هو بشار الأسد، ومن الطرف الآخر المعارضة، من يتشدد من المعارضة، والرابح الأخير هو الشعب السوري بتصور الشخصي. يبدو أن الحائط الأكثر انخفاضا هو حائط المعارضة السورية بقيادتها السياسية، فالكل يزاود عليها. لا أعتقد ذلك. أعتقد أن هناك نوع من الإدراك وحس عالي بالمسؤولية من قبل المعارضة، نلاحظها من خلال تصريحاتهم. لكن الآن لما أحرار الشام تقول لهم هذه وثيقة استسلام إياكم، هذا فصيل، وفصائل أخرى تقول لهم هذه أحرار الشام من أكبر فصائل المعارضة العسكرية، لا نستطيع أن نقول أنه فصيل صغير كأي لواء من الألوية. يعني بالنهاية هذا جزء من كل وليس الكل أخي عدنان. ويعني نحن لما كنا عم نحكي عن تسوية سياسية يتولاها مجموعة من الفنيين، ويعني أنا أصفهم بأنهم على حس عالي من المسؤولية، أعتقد على الآخرين أن يدركوا بأن إخراج هذه العملية قادم. لكن لما يحكي لك نصف مليون شهيد سوري، ويأتي في النهاية نوقع على وثيقة تحافظ على بقاء الجيش الذي ذبحهم، كيف ترد عليه؟ بهذه النقطة يعني حكيت من شوي أنه المؤسسة العسكرية، المؤسسة الجيش السوري مؤسسة إلى حد ما مسلوبة القرار ومسلوبة الإرادة. أنا بس بدي أوضح للرأي العام مسألة عن الجيش السوري. الجيش السوري بأغلبيته هو من المجندين، من شباب السوري الذي يجند رغما عنه ويدفع إلى المعارك بشكل لا إرادي. كلمة أخيرة، الجيش السوري عندما كان يدفع إلى المعارك كان ينشق منه العدد الكبير، ولكن حاليا يعتمد على ميليشيات من خارج الجيش في عملية دعم النظام السوري. أشكرك جدا مازن علي، الكاتب والمحلل السياسي.